بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى، ولا تزال نعائم ألطافه تتوالى على العالمين تترى، فهي تتوالى عليهم اختيارا وقهرا. ومن عجيب صنعه تبارك وتعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قدر الأشياء من الأزل، وما قدر لا بد وأن يكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالحمد لله الذي جمعنا على الإسلام من كل فجاج، وقوم به كل اعوجاج، وأوجب على الزوجين حقوق الازدواج. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أوجب الحقوق بين الأزواج، وأنزل علينا خير منهاج، وجعل الحقوق خير علاج. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله خير الأزواج. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الحمد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، واليوم الثاني من الأسبوع الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. هذا اللقاء يحمل عنوان الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة. فلقد شرع الإسلام الزواج ونظمه، فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى، وجعل له حدودا وشروطا تضمن حقوق الطرفين، وسمى بهذه العلاقة لتكون رباطا متينا مبنيا على الديمومة والاستمرار. فلا بد ولا يكون القصد من الزواج مرحليا أو لحظيا، إنما هو بناء الأسرة وتكوين المجتمع وتحديد هويته. وحدد الشرع مفهوم الزواج بقصد المشاركة في تكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. إخوة الإيمان، يشرفنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران، كما يحضر معنا أيضاً فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بشبين الكوم. كما يشرفنا أيضا في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور محمد قرني حسين مدير الإدارة، والشيخ عبد الله حسان محمد المفتش بالإدارة،
والدكتور عبد العزيز زيدان المفتش بالإدارة، والدكتور وائل أحمد، والدكتور أحمد مبارك، والدكتور حسنين السيد محمد مدير أوقاف منشية ناصر، والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير بداية لفكرات هذا اللقاء المبارك القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن استنصر به نصر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها السادة، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والتي كانت خير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الحمد بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة. إخوة الإيمان، الأصل في الحقوق المشتركة بين الزوجين هو ما قرره الشرع لهما وعليهما، وما يمليه عرف الناس وعاداتهم في الأحوال والأمكنة مما يقره الشرع ولا ينكره، إذ ما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم. وقد قال الحق تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالآية أوجبت المماثلة في تأدية كل واحد من الزوجين ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، فكانت المماثلة بالمعروف هي ميزان المعاملة بينهما في جميع الشؤون والأحوال. إخوة الإيمان، ونأتي الآن إلى هذه الكلمة مع الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في البداية أتوجه بالشكر لمعالي وزير الأوقاف على هذه المجهودات التي يلمسها الجميع، والتي جعلت من المساجد منارات علمية وثقافية، فشكر الله لمعالي الوزير، وشكر الله لوزارة الأوقاف والعاملين بها ومشايخنا الكرام الذين نشرف بهم في هذا اللقاء الكريم، وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور رمضان ومقدم هذا الحفل، والقارئ الكريم الذي أمتعنا بقراءته، والمبتهل وجميع الحضور، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. في الحقيقة، الأسرة في الإسلام لها أهمية كبرى، ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وصار هذا الاهتمام عبر القرون نتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبما جاء فيهما من حقوق وواجبات للزوج والزوجة والأولاد، إلى أن وفدت علينا هذه الثقافات الغربية الغريبة علينا، والتي حاولوا بها إفساد الأسرة في الإسلام. نحن نعلم أن الديانات الأخرى وأن المجتمعات الغربية تعيش على تفكك أسري، الأسرة فيها تكاد تكون معدومة، والمجتمع الوحيد هو المجتمع الإسلامي الذي تجد الأسرة فيه متماسكة، والترابط والتراحم بين أفراد الأسرة من الصغر إلى الكبر، لا يتخلف أحد عن أحد، ولا يترك أحدا أحدا، ولا يطلب أحد من أحد عوض عما يقدمه له. هذا
أثار ضغينة الغرب، وجدوا أن سر قوة المجتمعات الإسلامية في ترابط الأسر، فحاولوا تفكيك الأسر بشتى الوسائل. مرة يتحدثون عن حقوق المرأة وكأن الإسلام ظلم المرأة، ولا يعلمون أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنصف المرأة. فكان في أوروبا التي يعني يتشدقون بالتقدم وبما يقولون، كانت تعامل المرأة معاملة مهينة، وكانوا يعاملون النساء كالحيوانات. لم تأخذ المرأة حقها إلا في الإسلام، ولم تكرم إلا في الإسلام، ولكنهم استطاعوا أن يغيروا بعض السلوكيات ببعض الأفلام وبعض الكتب وبعض المحاضرات وبعض الرسائل. والآن طبعا السماوات المفتوحة عبر الإنترنت وغير ذلك، مما جعل تفككا يظهر أو يحاول أن يتسلل إلى الأسر العربية والإسلامية، وخاصة الأسر المصرية. وهذا يعني إذا نظرنا أو إذا رجعنا إلى الوراء قليلا، نجد أنهم كلما عملوا قانونا يقولون إنه يحافظ على الأسرة، نجد أن هذا القانون يكون له تأثير سلبي على الأسرة. نسب الطلاق تزيد جدا. من أول قانون الخلع، لما عملوا قانون الخلع، زادت نسب الطلاق زيادة يعني غير مسبوقة. وكلما يطلبون قوانين أخرى يقولون إنها من حق المرأة، نجد أن نسب الطلاق تزيد ونسب التفكك الأسري تزيد، لأنهم لا يأخذون يعني بالهم من الغزو الفكري الغربي لنا ولأسرنا ولمجتمعاتنا. سيدنا الشيخ أحمد تميم لما قرأ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي أن المرأة خلقت من الرجل، كما جاء في الحديث أن المرأة خلقت من ضلع من الرجل، وهذا يدل على أن الجزء يحتاج الكل والكل يحتاج الجزء، فلا غنى لأحدهما عن الآخر. ولذلك أكملت الآية لتسكنوا إليها، أي أن المرأة هي سكن للرجل، والسكن له معان كثيرة. قد يظن البعض أن العلاقة الزوجية هي السكن، ولكن السكن له معاني أعلى من ذلك بكثير، ثم يأتي عندما تحدث مقدم هذه الندوة وجعل بينكم مودة ورحمة، أي أن العلاقة بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة من كلا الطرفين، ليست من الرجل وحده وليست من الزوجة وحدها، ولكن من كلا الطرفين مودة ورحمة. ولذلك إذا نظرنا إلى الآية عندما يحدث انفصال، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن المعاملة في الزواج لا يجب أن تكون معاملة عدل بالمثل، أنت قلت كذا فيترد عليها، أو أنت قلت كذا فهو يرد عليها، أو أنت فعلت كذا أو أنت فعلت كذا، ولكن أن تكون المعاملة بالفضل ليس بالعدل. وإذا كانت المعاملة بالفضل نجد الأسرة تسير في ظل هذا الفضل وفي ظل هذه القوانين التي أرساها لنا الإسلام والتي سنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية عندما شرع الإسلام الزواج، كان أول شيء حسن الاختيار بين الطرفين، الزوج يحسن اختيار الزوجة
ويعلم أن هذه ستكون أمة لأبنائه. وقبل الجماعة اللي اخترعوا علوم الوراثة والوراثيات وما إلى ذلك، كان الإسلام سابق أو سباق لهذا. قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أي أن الإنسان عليه أن يراجع من سيتزوجها من قبل الأسرة، هل فيها في أسرتها من فعل كذا، هل في من أصابه كذا، لأن هذا بالعوامل الوراثية سينعكس هذا على هذه الزوجة أو على أولادها أو على أولاد أولادها. فلذلك كان حسن الاختيار أساسي للزوج، أن يختار في حسن اختيار الزوجة. ولذلك الحديث الأخير يعني: تنكح المرأة الأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مش معنى كده أنك تختار الدين بس، لا، الدين لما يبقى مع المال كويس، لأن الدين هيعصم المال. الدين لما يبقى مع الجمال كويس، الدين هيعصم الجمال. الدين لما يبقى مع الحسب كويس، فالدين هيبقى عصمة. لكن ما تروح وتقولش أنا هاخد واحدة متدينة بس وهي ليست ذات مال أو ليست ذات جمال أو ليست ذات، قد تنفر منها، قد تكون ليست ذات حسب. وليس معنى الحسب أن تكون الأصول العريقة، ولكن الحسب الأصل الطيب، الأصل الطيب. فتأتي تتغير المرأة كثيرة التغير. في الحديث المشهور أن النساء ناقصات عقل ودين، كثير من الناس يقول هذا ليس بحديث. هو حديث صحيح في الصحيحين ومتفق عليه، من أعلى درجات الحديث، ولكن معناه في صالح المرأة وليس ضد المرأة. فنقصان العقل أن العاطفة في المرأة تسبق الرجل، تسبق القلب. هو العقل يعني القلب في المرأة يسبق العقل، فعاطفتها تسبق العقل. وهذه الصفة تكون محببة في النساء، لأنك لو تزوجت امرأة جامدة مثلك رجل لرجل لا تميل إليها. لكن أن المرأة فيها العاطفة فيها النسيان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فتذكر إحداهما الأخرى أنها تنسى. والنسيان في المرأة بيبقى كويس، عشان إيه؟ ما تفضلش تفتكر لك لما تلاقي امرأتك عمالة تقول لك، تبقى مش طايق البيت. لكن لو لما تلاقي تنسى أو تتناسى أو كده بتعيش الأسرة في صلى الله عليه وسلم. ونقصات الدين أن عندها الدورة الشهرية، والدورة الشهرية دي صفة من صفات جمال المرأة، وهي أنها مرأة تكون ودود ولود تنجب. ما هي الست اللي ما بتجيش الدورة ما بتولدش. وصفة المرأة لو قلت دي امرأة عاقر لا تلد، صفة سيئة، حتى الناس اللي عايز يتجوز مش هيجي ناحيتها. فالحديث صحيح، ولكن معناه قد يغيب عن بعض الناس. فاحنا عايزين ان احنا نعود الى حسن الاختيار. وحسن الاختيار اذا كان بدايته في الرجل يختار، ايضا المرأة تختار وولي المرأة يختار. عندنا حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مش ماله ولا جماله ولا وظيفته، ولا قلنا لو في مال وفي جمال وفي وظيفة حلوة وكل حاجة، بس لابد الاول ايه؟ دينه وخلقه. لأن الدين والأخلاق هيعصم المال والجمال، ويعصم كل الأشياء من الوقوع في الخطأ أو من التغير والتحور أو من ما يخلف ذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بعد كده بيجي بعد عملية الزواج المرأة لها حق المهر. مجتمعنا لما خرج عن الأصول الإسلامية جعل المهر عبء كبير على الزوج والزوجة. تيجي عملية الزواج تجد الأسرة: أنت عليك كذا وأنا عليها كذا. أنت المرأة تدفع رخ، مع أن المرأة وصول هذا المهر تأخذه هدية لها ولوليها على حسن التربية والتأديب. ثم بعد ذلك تجهز بيتك على قدر استطاعتك، ما يكلفكش. لكنه بيقول لك: انا عايز 3 اوض، عايز 4 اوض، عايز 5 اوض، عايز فرش كذا، عايز كذا، عايز كذا. فبتقول له: خلاص، وانت هد انت رخر كذا. يعني احنا نفسنا خرجنا عن الاصول، فصعبنا العمليه على نفسنا، وصعبنا العمليه على الشباب في الزواج.
وتأخر الشباب وتصعيب العملية يجعل ان المجتمع فيه انحرافات وفي خروج. يعني دي كلها بسبب خروجنا عن المنهج الإسلامي. يعني لو احنا ماشيين بالمنهج هتجد المشاكل دي كلها مش موجودة. فجعل الإسلام المرء حق للمرأة، وهذا حق انها تأخذه كهدية على حسن التربية لها وأهلها ربوها، وده حقها. وبعدين المهر بنكتب فيه مقدم ومؤخر. تجد للأسف كثير منا عندما يحدث انفصال ينسى الدين والأخلاق، يذهب إلى محامي والمحامي يدله على الفساد ويتفنن في أنه لا سيعطيها حقه. ده حق، مقدمها حق، والمؤخر حق، والنفقة بتاعتها حق، مصاريف أولادك عليك حق، ده كله حقوق على الزوج. لكنه عندما يأخذه الغضب، ولذلك يعني من الأحاديث الجميلة جدا اللي بيسموها نوع من جوامع الكلم، اللي هي تلاقي الحديث كلمة واحدة لكنه يشتمل على معاني كثيرة. وديت النوع ده من الأحاديث العلماء قالوا إنه ما ينفعش يروى بالمعنى، يعني في أحاديث لا تروى بالمعنى. إذا كان الحديث يتعلق بأسماء الله وصفاته، إذا كان الحديث يتعلق بالعبادات كالأذان والإقامة والتشهد اللي في الصلاة، إذا كان الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكلمة القصيرة التي عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأوصني قال له لا تغضب، كلمة واحدة. الغضب هو اللي بيخلينا نخرج عن المنهج النبوي. الغضب يخليك تروح تقوم محامي. نعم، الغضب يخليك تروح تقوم محامي، والمحامي يدلك على الفساد، يقول لك اعمل كذا وكذا، وانت تعمل اللي بيقوله لك المحامي زي ما بيقول، تنفذ، ما تفكرش بقى ده حلال ولا حرام، دي صح ولا ما يصحش، دي ليق ولا ما يليقش. وكذلك الزوجة، يعني هذا ليس في الزوج وحده، ولكن هذا الخطأ يقع فيه الزوج والزوجة. نسلم أنفسنا للمحامين وننسى الدين وننسى الأخلاق وننسى أنكم أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة. دول أمانة عندكم، ده المرأة ديت أمانة من أمانات أمانة الله عندك، أخذتهن بأمانة الله. فأنت أمانة ربنا عندك وتيجي واستحللت فجرهم بكلمته، تيجي بعد ذلك تستسلم لمحامي يدلك على الفساد يخليك تدخل في قضاء وتفضل انك انت تجيب مرتبك قليل عشان ما تاخدش النفقة، عشان ما تستحقش النفقة، تجيب مبلغ ما عندكش حاجة، ما تملكش حاجة، تفضل تزور، يعني تقع في 100 مشكلة عشان ما تديش واحدة حقها وهتتحاسب عليه. يعني لما جه كان في الحديث بنفسه أخلص العمل فإن الناقد بصير، أنت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عارف السر وأخفى. فما ينفعش إن إحنا يعني في المعاملات ننسى الأخلاق وننسى هذا. من حق المرأة على الزوج، أنا يعني عشان نستمع بأستاذنا الدكتور رمضان، يعني فيعني مش عايز أسترسل في الكلام عشان نستفيد بأستاذنا الدكتور رمضان، إنه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية أهله ويساعدهن، وكان يعني سيدة عائشة كانت تقول يعني كان يحلب شاته ويخصف نحله ويعمل، فإذا سمع الأذان المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يخرج على طول للأذان. لكن في غير ذلك كان، وكان صلى الله عليه وسلم كان لما أهل الحبشة جم في المسجد وعملوا ألعابهم في سيدة عائشة عايزة تتفرج، فقال لها خلاص حقف وانت ايه من على كتفي كده، بص من على كتفي. وبعدين لحد لما اتفرج خلاص يعني قالت له لسه، ولأنه ينتظر لحد لما السيدة عائشة يعني أخذت راحتها في أنها تتفرج على الحبشة هم بيلعبوا يعني ألعابهم أو الفلكلور الشعبي بتاعهم في مسجد سيدنا رسول الله. كانت ستنا عائشة لما كانت تمرض كان الرسول يتظاهر بالمرض زيها، إذا ربطت رأسها كان يربط رأسه، يعني تحس إن في مشاركة
وده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فازاي احنا لما نيجي بقى يعني نتعامل مع زوجاتنا ما نتعاملش معهم بهذه الاخلاق ولا بهذا المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأحب من دنياي ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عين. الطيب، حب النساء هنا ليس حب شهوة، يعني هو البعض ممكن يأخذ على حب النساء أنه حب شهوة، لا، حب رحمة، حب رحمة. ويقول: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، يغلبنا كل كريم ويغلبهن لئيم، وأحب أن أكون كريما مغلوبا خيرا من أن أكون لئيما غالبا، صلى الله عليه وسلم. دي كلها حاجات لازم إحنا يعني نتذكرها، يعني يتذكرها الرجل في معاملته لزوجته، حتى لا يعني نخرج عن النص. وما نشاهده من مشاكل في الأسر ومشاكل في المحاكم ومشاكل من هذا، أيضا على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها وأن تعرف حقه عليها. هذه الطاعة، عندما دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر حائطا من حوائط الأنصار، جنينة من جناين الأنصار كده، دخلوا فيها فوجد فيها أغنام، فعندما رأت الغنم سيدنا رسول الله أقبلت عليه وسجدت لسيدنا رسول الله، حديث صحيح في الصحيح، سجدت لسيدنا رسول الله. فسيدنا أبو بكر استعجب، قال له: يا سيد، يا رسول الله، نحن أولى بالسجود لك من هذه الأغنام، إذا كانت الأغنام العجموات اللي ما بتفهمش تسجد لك، فإحنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الأغنام. فيقول له: لا يا أبا بكر، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. شفت مدى الطاعة، إن وصلها إلى درجة أن تكون في هذه المرحلة من الخضوع والامتثال للزوج، وتقديم كل ما تملك من حب ومن عطف ومن طاعة ومن كل شيء من أخلاق لزوجها من عظم حقها عليها. إذا يعني إذا أنا أرى إذا تعاملنا بهذه الأخلاق، تعامل الرجل بهذه الأخلاق النبوية، وتعاملت المرأة بالطاعة لزوجها، لا أجد خلافا ولا أجد يعني خروجا. كنا وجدنا كثيرا من المشاكل التي في المحاكم وكثيرا من المشاكل التي يعني ترد إلينا قد انتهت. يعني أنا هكتفي بهذا القدر لكي نسعد بأستاذنا الدكتور رمضان، وأشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نحمدك إذ خلقت هذا الوجود بقدرتك، وخلقت هذا الوجود على زوجية لنرى من خلال هذه الزوجية حقيقة وحدانيتك، وخلقت الإنسان وحددت آجاله وقدرت مآله لينتهي إلى فناء ثم إلى عدل وقضاء في ساح عدالتك. فتباركت اللهم ناشر السحاب، معتق الرقاب، إليك المرجع والمآب. وهكذا أيها السادة، استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الحمد بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة. إخوة الإيمان، مما تتألف هذه الأسرة؟ إنها تتألف من ركيزة مهمة ومن قطبين أساسيين، هما الزوج والزوجة، اللذان إن قاما على أسس سليمة كان البناء قويما والذرية سليمة. والله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود، فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن من أعظم العقود وآكدها عقد النكاح. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى عنه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك. إخوة الإيمان، ونتابع معا فكرات هذا اللقاء المبارك، ونستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بشبين الكوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة نسعد بها في الدنيا والدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ هذه الكلمة التي أسأل المولى تبارك وتعالى فيها التوفيق مستعينا به ومتوسلا بنبيه صلى الله عليه وسلم ومستغيثا به، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، معالي وزير الأوقاف، على هذه الجهود المباركة التي أشار إليها سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة العلمية بمجلس النواب. أتقدم إليه بخالص الشكر والتقدير على تلك الجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الأوقاف في هذه الفترة التي تعد من أزهى عصور وزارة الأوقاف. ثم بعد ذلك، أيها الأحبة، أعلنها وبكل صراحة، أجلس معكم وبينكم وأنا على استحياء شديد، فبجواري علم من أعلام جامعة الأزهر، وأستاذ من أساتذة قسم الحديث وعلومه الذين يشار إليهم بالبنان،
سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، وهو من هو علماً ومكانةً وفضلاً ومنزلةً. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يبارك له في أهله وولده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم كما ذكرت لكم أيها الأحبة، أجلس معكم وبينكم وأنا على استحياء شديد، فمعي كوكبة من أهل العلم، معي علماء أدلاء من وزارة الأوقاف، وهم كما تعلمون جميعا يقومون بالواجب الملقى على عاتقهم، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والمولى تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاسمحوا لي أيها الأحبة أن أجلس معكم تلك اللحظات اليسيرة المباركة بإذن المولى تبارك وتعالى، واغفروا لي أخطائي وزلاتي. فالإنسان مع أهل العلم ينبغي أن يكون على حذر من أن يتكلم بكلمة أو ينطق بكلمة ربما تؤخذ عليه، ولكن كما ذكرت سابقاً أستعين بربي وأستغيث بنبي وأتوسل به، وتارك النفس لرحمة ربي ليجري المولى تبارك وتعالى على لساني ما هو نافع لنا في تلك اللحظات التي ستكون في موازين حسناتنا يوم القيامة. أسأل المولى ذلك أيها الأحبة. الزواج كما تعلمون أيها الأحبة وباختصار شديد سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وبه بقاء النسل إلى يوم الدين، وهو محبب إلى الناس أجمعين، ولذلك أمرنا المولى تبارك وتعالى به في القرآن الكريم فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون نطق بذلك الحديث الذي فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النكاح سنتي، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الكلام أيها الأحبة قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم تعقيباً وتعليقاً على بعض المواقف التي حدثت من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم من هم مدحهم المولى تبارك وتعالى في كتابه وأثنى عليهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويكفي أن جمعهم المولى تبارك وتعالى وشرفهم لصحبة نبينا أو مع نبينا حتى نالوا شرف تلك الصحبة وذلك الثناء الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم وفي شأنهم: محمد والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة أيها الأحبة
أرادوا أن يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته، في أقواله، في أفعاله، وحق لهم ذلك، لأن المولى تبارك وتعالى قال لهم وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ليس هذا محاباةً من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجاملةً من الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الله قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتأملوا أيها الأحبة في موقفين، في موقفين لهما صلة بما نتحدث فيه وبعنوان هذا اللقاء. نبينا صلى الله عليه وسلم في أول يوم جاء فيه الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ماذا فعل؟ ذهب إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وما أدراكم ما خديجة؟ من أراد الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكثر من ذكر السيدة خديجة. من أراد الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يكثر من ذكر خديجة، فإنها كانت عند رسول الله وكانت وظلت إلى أن لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه يكثر من ذكر خديجة ويثني على خديجة ويتحدث عن خديجة بكل خير. وهذا من الحقوق الواجبة والمتبادلة بين الزوجين، هو ماذا؟ الوفاء للزوجة، وكذلك الوفاء للزوج. ولكن نؤجل هذا قليلا ثم نذهب إلى ذلك الموقف. يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة ويقول لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إلى آخر الحديث. ثم تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام عن خلق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فماذا قالت للسائل؟ قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. تأملوا أيها الأحبة فيما نطقت به أمنا خديجة وهي زوجة، وفيما نطقت به أمنا عائشة وهي زوجة. يريك هذا الحديث وذاك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه وكما أوصانا أن نتعامل مع الأهل ومع الزوجة بمعاملة حسنة، خيركم خيركم لأهله عليه الصلوات والسلام، وأنا خيركم لأهله. لو رأت السيدة الفاضلة خديجة رضي الله عنها من معاملة زوجنا لها معاملة غير حسنة، هل كانت تحلف بالله وتجزم هذا وتجزم بهذا اليمين وتقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا؟ إنما قالت ذلك نتيجة العشرة ونتيجة حسن العشرة. ولذلك من الحقوق المتبادلة بين الزوجين ما جاء تحت قول المولى تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن المعروف. أنا مطالب بأن أتعامل مع زوجتي معاملة حسنة، أحسن إليها وأتعامل معها بكل أدب وبكل احترام وبكل جانب من جوانب المودة والرحمة، وهي مطالبة بأن تتعامل معي بهذا الأمر.
لأن هذا حق متبادل بيني وبينها. وقد استمعنا إلى أستاذنا وشيخنا وهو يشير إلى ذلك من خلال تلك الآية الكريمة التي أجاد في قراءتها فضيلة الشيخ أحمد: أسأل المولى تبارك وتعالى أن يسدد خطاه وأن يتقبل منه قراءة القرآن التي يمتعنا بها في كل صباح وفي كل مساء عبر إذاعة القرآن الكريم وعبر الصلوات وعبر مجالس القرآن التي نستمع إليها وهي ثمرة من ثمار وزارة الأوقاف. انظر: وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا مطالب بأن أتعامل معها من هذا القبيل بالمودة والرحمة، وهي مطالبة بأن تتعامل معها بهذه الكيفية. ولذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول: وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن الخلق معها، أن يحسن التعامل معها، أن يحسن الكلام معها، أن يلين لها الجانب، وليس حسن الخلق كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والصبر على ضعفها وقلة عقلها اقتداء بمن؟ بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الزوجات يهجرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الزوجات يتظاهرن على نبينا صلى الله عليه وسلم ويجتمعن عليه ويتآمرن عليه، ومع ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم المعاملة الحسنة التي جعلت السيدة الفاضلة أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه لو وجدت في المعاملة من أي لون منها معاملة سيئة ما قالت لمن سألها: كان خلقه القرآن. كلا، ولكن شهادة تأتي من من؟ من أمنا خديجة، وتأتي من أمنا عائشة. وما أدراكم ما خديجة وما أدراكم ما عائشة؟ ولذلك هذه الشهادة تضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا رواة الأحاديث وتعلمنا السنة ويعلمنا القرآن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الزوج المثالي الذي وضع طائفة من الحقوق التي ينبغي على كل الأمة الإسلامية أن يتمسكوا بها وأن يعملوا بها. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة روح واحدة في جسدين، روح واحدة في جسدين. اقرأ أول سورة النساء ماذا قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. واستمعنا إلى شيخنا وأستاذنا وهو يشير إلى ذلك من خلال حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع، أي جزء من أجزاء الرجل، والجزء يحتاج إلى الكل والكل يحتاج إلى الجزء، وبناء على ذلك فالزوج والزوجة روح واحدة في جسدين، فلا بد أن يتعاملا معاملة حسنة حتى تتحقق بينهم السكينة والمودة والرحمة. وهذا هدف من أهداف الزواج وحق من الحقوق المتبادلة التي جاءت الإشارة إليها في قول ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الأحبة، من الحقوق المتبادلة أيضا والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وجاءت الإشارة إليها في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا بد أن نعيد النظر في القرآن تدبرا
وفهما حتى يفتح المولى تبارك وتعالى من خلال هذا التدبر ومن خلال تلك القراءة التي نلتمس فيها منهج لحياتنا، نلتمس في هذه القراءة ما تستقيم به حياتنا. عندما نتأمل في ذلك ونتدبر نجد أن من تلك الحقوق المتبادلة بين الزوجين تربية الأولاد. تربية الأولاد، الأولاد كما تعلمون جميعا هم زينة هذه الحياة الدنيا، وهم عماد الزهور، وهم الذكر الباقي للإنسان بعد أن ينتقل إلى جوار ربه. المولى تبارك وتعالى قال لنا في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، من علم صالح، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له. وهل يدعو الولد الصالح لوالده فقط أم يدعو لأمه أيضا؟ يدعو لهما معا. ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا قام الزوج بدوره في تربية أولاده تربية حسنة، وقامت الزوجة أيضا بتربية أولادها تربية حسنة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنا مسؤول عن أولادي، أمنع أولادي مما أمنع منه نفسي، أمنع أولادي من الوقوع في الخطأ، أمنع أولادي من الوقوع في الرذيلة. أقوم بحسن تربيتهن، بحسن تأديبهن، بحسن تعليمهن. إذا تحقق هذا الأمر مني كان الولد صالحا. وبناء على ذلك عندما نقرأ في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، الاثنان معا الزوج والزوجة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الاثنان معا الزوج والزوجة، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما، الاثنان معا قولا كريما، واخفض لهما، الاثنان معا جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، الاثنان معا كما ربياني صغيرا. أرأيت؟ الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا عظيما طيب الأعراق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا إلى هذا الحق المتبادل والحق المشترك بين الزوجين من خلال حديثه الذي نحفظه جميعا، والذي قال فيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وتأمل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الرجل راع. النبي ينقلنا من بهذه الكلمة إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ماذا؟ أن راعي الغنم، وهي مهمة من أشرف المهمات قام بها الأنبياء والمرسلين، ماذا يقوم وماذا يفعل مع الغنم التي يقوم برعايتها أو برعيها؟ يتعهد صغيرها ويقوم برعاية كبيرها، ينظر إلى صحيحها وإلى سقيمها، ويداوي هذا، ويقوم بطعام هذا، ويقوم بشراب هذا. ثم لأنه مسؤول عن أغنامه جميعا، لذلك كانت مهمة رعي الغنم هي التي توصل الإنسان إلى قيادة الأمم. حدث هذا مع نبينا، وحدث ذلك مع غيره من الأنبياء. ولذلك قال نبينا: ما بعث الله من نبي إلا
وكذلك كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فأنا مسؤول عن أولادي، عن تربية أولادي، والزوجة كذلك مسؤولة عن تربية أولادها. إذا قام كل واحد منا بدوره في تلك المسألة سيتحقق للأسرة السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن ثمرة الزواج هو الولد، وثمرة الولد هي التربية الصالحة. إذا فعل ذلك أيها الأحبة الزوج والزوجة تحققت لهما السعادة، تحققت لهما السعادة. وأكتفي بهذا أيها الأحبة، ولكن أقدم الشكر لسعادة الأستاذ خالد الزنفلي، وهو من هو أيضا نستمع ونستمتع إليه في كثير من التقدمات التي تأتي عبر إذاعة القرآن الكريم، فهو من هو، وهو نبت صالح من ذرية ومن آثر ومن غرس صالح كما تعلمون جميعا. أيها الأحبة اعذروني إذا كنت قد أطلت أو قصرت أو أخطأت أو تجاوزت، فأنا منكم وأنتم مني، والعلم رحم بين أهله. أسأل المولى تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقاً من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقياً ولا محروماً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بشبين الكوم، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الحمد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وقد شرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور محمد قرني حسين مدير الإدارة، والشيخ عبد الله حسان محمد المفتش بالإدارة، والدكتور عبد العزيز زيدان، والدكتور وائل أحمد، والدكتور أحمد مبارك، الدكتور حسنين السيد محمد مدير أوقاف منشية ناصر، والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، إن الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته منه سامية، ففي الدعاء يجد الداعي لروحه غذاء ولنفسه دواء، والدعاء استعانة من ضعيف عاجز بقوي قادر، استغاثة ملهوف برب رؤوف. إلهي أشكو إليك أموراً أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، تركت باب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلاً إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان. وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا فأرى شفاء الروح في يا خالقي يا منزل الأديان يا رب يا رب في كل الأمور أقولها في فرحتي في غمرة الأحزان يا رب يا رب في كل الأمور أقولها في فرحتي في غمرة الأحزان عند الهجوع بمضجعي يا ربي في سري وفي إعلاني. سيدي يا رسول الله
مستحيل الطرف من غير اكتحال. منير الخد ما أبهى ضياءه، متوج بالمهابة والجلال. كريم الكف، كريم الكف أجود من سحابي، سريع في العطاء وفي النوالي. له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في داج الليالي. حبيبي حبيبي، جل من سواك خلقا، يا حبيبي يا حبيبي حبيبي، جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال. وفوق المرسلين رفعت قدرا، وكم لك المهيمن بالكمال. اللهم صل وسلم وبارك عليك. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة، لا تنتهي أبدا ولن تتغير. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ عبد الله بدران، والتي كانت ختاما لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الحمد بالتجمع الخامس. وكان معنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وفضيلة الشيخ عبد الله بدران، ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، وفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز. ولكم تحياتي، خالد عبد القادر الزنفلي، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.